الرحمن الرحيم، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. الرحمة على شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا. أنا العقيد أحمد محمود عابد. أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد المجرمة بعدما رأيته من المجازر التي ارتكبوها من حق أهلنا من النساء والرجال والأطفال، وآخرها مجزرة الخالدية في حمص، وانضمامي إلى الجيش السوري الحر لواء خالد بن الوليد. وكذلك أدعو جميع الضباط الأحرار إلى الانشقاق عن عصابات الأسد المجرمة وانضمامهم إلى الجيش السوري الحر. ورسالتي إلى النظام المجرم: العين بالعين والسن بالسن والباغي أظلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، العزة لله.